الهيمنة، التخويف، القتل، إنها وسيلة من أجل البقاء. الغابات الأفريقية هي موطن لأخطر الحيوانات المفترسة على الأرض. تعيش تلك الوحوش في صراع دائم. الأسد هو الحاكم الأصلي وسيد الأرض الأفريقية منذ نشأتها. تسيطر الأسود على جزء كبير من الغابات الأفريقية، فهي لا تسمح لأي حيوان مفترس أن يتخطى حدود أرضها، وإن شعرت بوجود أحد المفترسات يتجول بقربها ستبدأ بالهجوم عليه فورا، وذلك حفاظا على أرضها وكبريائها، حتى وإن كان ذلك المفترس هو أفعى البايثون العملاق. تابعونا. هنا سنرى معركة شرسة بين أفعى البايثون العملاق وأخطر وحش مفترس تم رصده في براري السافانا الغامضة، حيث يرى الفهد الأسود أفعى بايثون متوسطة الحجم تجول بالقرب منه. أفعى البايثون هي ليست سامة، حيث يتسنى للفهد الهجوم عليها من الخلف أو من الوسط، ولكن لا ننسى أنها مفترسة قاتلة. تستطيع الانقضاض على فريستها بواسطة فكها، ثم تقوم بالالتفاف على فريستها وعصرها بقوة كبيرة. يصل طول أفعى البايثون البالغة إلى 9 أمتار، ويمكن أن تزن 135 كيلوغرام، وهي قادرة على عصر وابتلاع تمساح بالغ يزن 95 كيلوغرام. أما بالنسبة للفهد الأسود فهو مفترس ليلي عنيف لا يعرف الخوف مطلقا، يتميز برشاقته وسرعته الكبيرة عند الهجوم، حيث يقوم بتوجيه ضربات قوية وسريعة جدا حتى لا تستطيع أفعى البايثون أن تمسك به. يقوم الفهد الأسود بعض الأفعى وغرس أنيابه الحادة التي تصل إلى 6 سنتي، وهي كافية لتمزيق ذيل أفعى البايثون. بينما تحاول أفعى البايثون الالتفاف على الفهد الأسود، يتدخل فهد آخر ويتمكن من القضاء عليها. وفي مشهد آخر تحصل معركة ملحمية مؤسفة. بينما تختبئ أفعى البايثون لتضع بيضها، يعثر عليها ذلك الفهد. يقوم الفهد المفترس بمراقبة أفعى البايثون عن بعد، وينتظر الفرصة المناسبة للهجوم عليها. يقترب الفهد بخطوات بطيئة وصامتة، ولكن أفعى البايثون تشعر به. يتسلل الفهد إلى عش الأفعى ويبدأ بالهجوم عليها، ولكن البايثون ترد على الفهد بشراسة كبيرة. الفهد العنيد يستمر بمواجهة أفعى البايثون، حيث أن أفعى البايثون قد تكون متعبة بسبب عملية إخراج البيض، ولكنها لن تسمح للفهد بأخذ بيضها مهما حصل. عندما يتعلق الأمر بصغارها سوف تقاتل أفعى البايثون بشراسة حتى الموت، ولن يتمكن أي مفترس أن يأخذ بيضها قبل أن يتخلص من الأفعى أولا. تتعارك أفعى البايثون مع الفهد محاولة الالتفاف عليه والتمكن من الفهد، لكن رشاقة الفهد تخلصه من قبضتها. تغير أفعى البايثون خطة دفاعها وتقرر الانسحاب والهروب إلى الماء. أما الفهد يستمر بملاحقة أفعى البايثون ويوجه لها ضربات قوية في رأسها ويضعها بين أنيابه الحادة. يستعد الفهد لتناول وجبته الشهية، لكن تستطيع البايثون أن تفر من أنياب الفهد. تستعيد الأفعى نشاطها في الماء وتصبح أقوى بكثير وهي بداخل الماء. الفهد لا يريد أن يفقد وجبته بعد كل هذا الجهد، لذلك يقوم بمراقبة أفعى البايثون وهي تعوم بين الماء، ومن ثم يقوم الفهد بالقفز إلى الماء للإمساك بفريسته. يتعارك الفهد مع أفعى البايثون محاولا الإمساك بها، ولكن النتيجة كانت مؤسفة. بالنسبة للفهد الصياد فقد سحبته أفعى البايثون إلى أسفل الماء وأصبح فريسة للأفعى. وفي مشهد آخر
يبين لنا مدى قوة أفعال بايثون والذكاء التكتيكي الذي يتميز به الفهد المرقط، حيث تختلف المهارات التكتيكية والقتالية من وحش إلى آخر. نرى هنا ثلاثة من أخطر السفاحين في غابة أفريقيا: الفهد المرقط، النمر الأسود الليلي، وأفعال بايثون المخضرم. جميعهم يراقب قطيع الغزلان. قام الفهد المرقط أولا بوضع هدفه وخطته، ومن ثم بدأ بالهجوم ولم يتمكن بالإمساك بأحدهن، بل قام بإخافة القطيع فقط. ولكنه عثر على أفعال بايثون التي كانت تراقب معه ذلك القطيع، فأراد أن يعوض خسارته الفاشلة بوجبة أكبر، محاولا الهجوم على أفعال بايثون المخضرم. يهاجم الفهد على البايثون أولا، يوجه ضرباته بمخالبه الحادة، لكن البايثون ترد عليه بردة فعل أقوى، تقوم بتوجيه لدغة قوية مما جعلت الفهد المرقط يتراجع ويلذ بالفرار فورا. أما النمر الأسود فقد كان متخفيا يراقب تلك المعركة، وعند حلول الظلام يستعد النمر الأسود لمهاجمة أفعال بايثون العملاق. يقفز النمر الأسود لينقض على فريسته، وبعد معركة شرسة وعنيفة شهد عليها طائر البومة، النمر الأسود أصبح وجبة عشاء لأفعال بايثون المخضرم. وهنا قد نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، ولكن أخبروني أصدقائي في التعليقات من كان الأقوى برأيكم، هل كان الفهد أم أفعال بايثون العملاق؟ وانتظرونا في أحداث ومعارك ملحمية وعنيفة نعرضها عليكم في الحلقات القادمة. ولكن لا تنسوا الاشتراك بقناتنا وتفعيل الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد.